خرطوم، معك أحمد. السودان أرسل تقريره النهائي للاتحاد الإفريقي، ما هي تفاصيل المحتوى لهذا التقرير؟ نعم داليا، التفاصيل هي ذات المقترح الذي قدمه السودان في 14 من يونيو في الجولة التي تم رفعها أخيرا في السودان بسبب غياب الإرادة السياسية كما ذكر السودان وقتها للتوقيع أو لإحراز تقدم في المفاوضات وفق مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. هذه الوثيقة داليا تحتوي على الموقف السوداني وبالتحديد موقف مفاوضات واشنطن في 13 و14 من فبراير الماضي، في مفاوضات واشنطن التي توقفت بسبب غياب الجانب الإثيوبي من التوقيع بالأحرف الأولى، أضيفت إليها بعض التنقيحات والمواقف المصرية بالإضافة إلى الآراء الإثيوبية. السودان حسب وزارة الري أن وثيقته تحتوي على حل شامل وحل مرضي لكافة الأطراف، لكن تظل الإرادة السياسية غائبة كما تحدث عنها السودان، وبالتحديد الموقف الإثيوبي المتمترس خلف آرائه والمتمسك بوجهة نظره حيال الجوانب القانونية والفنية، والتي وإن حدث فيها تقدما طفيفا إلا أن هذا التقدم كان بناء على مناقشات وليست مفاوضات بالتحديد. لم يحدث تقدم في الجانب التفاوضي سوى الاتفاق على مبدأ آلية فض النزاعات، ولكن تظل التفاصيل هي مسار النقاش وأيضا مسار للخلاف ربما مستقبلا. عموما السودان ينتظر أن تتخذ القمة الإفريقية في تقريره والاتحاد الإفريقي التقرير الذي دفع به مساء الأمس، ينتظر أن تحسم القمة الإفريقية ما الذي يمكن أن يكون مستقبلا، الخطوة القادمة ما الذي سيحدث، ربما ستعلن عنه أو ستعلن عنه القمة التي وفق مصادر أنها ربما ستكون الثلاثاء القادم. نعم داليا، شكرا.